الى ذلك شهدت العديد من المحافظات الايرانيه احتجاجات واضرابات عماليه واسعه رفضا لسياسات نظام الولي الفقيه وتجمع مئات المواطنين والعمال في عدد من المحافظات الايرانيه منها طهران واصفهان ويزد احتجاجا على السياسات الاقتصاديه الفاشله للنظام وتجاوبه السلبي مع ما تشهده البلاد من انهيار شمل مختلف قطاعات الاقتصاد، الى ذلك احتشد العشرات من ممثلي العمال امام وزارات ومقار حكوميه في العاصمه طهران احتجاجا على سياسات النظام والانتهاكات المتكرره في حق الشعب، وتشهد البلاد موجه احتجاجات مستمره منذ نهايه العام الماضي للمطالبه باسقاط النظام الايراني ورفضا لسياساته الفاشله في الداخل والخارج